ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ موفد التلفزيون المصري يوسف عبدين. أهلا بك يوسف، أحدث المستجدات لديك تابعنا أيضا بها، إليك في مدينة السلام شرم الشيخ. تحياتي إليك أميرة من هنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، حيث فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، قمة التنفيذ اليوم كما أشرت أميرة هو يوم التنوع البيولوجي، ويسمى أيضا يوم الحياة لأن التنوع البيولوجي هو الأساس الذي يدعم كل أشكال الحياة على كوكب الأرض. 8 ملايين نوع من الكائنات الحية ما بين نباتات وحيوانات يعيشون على سطح هذا الكوكب، سواء فوق سطح الأرض أو تحت سطح الماء، إلا أن العنصر البشري كان له العامل الكبير والتأثير المباشر على التوازن أو التنوع البيولوجي وفقدان هذا التنوع البيولوجي الذي يؤثر بدوره على كل مقومات الحياة لباقي الكائنات. من هنا كان جدير بالذكر أميرة أنه من عام 2010 إلى 2015 اختفى 35 مليون هكتار من الغابات. وأيضا ليس بعيدا عن الذكر ما تعانيه الأرض الآن من تداعيات جائحة كورونا، لأن انتشار الفيروسات أيضا كان له ارتباط مباشر بمسألة التنوع البيولوجي أو فقدان التنوع البيولوجي. هذا اليوم تنعقد عليه الآمال والعالم كله ينظر إلى قمة COP27 وتحديدا في هذا اليوم للخروج بنتائج ملموسة ومباشرة فيما يتعلق بالربط ما بين التنوع البيولوجي وقضايا تغير المناخ. إذا دخلنا مباشرة في جلسات اليوم أميرة، فهناك جلسة بدأت بها فعاليات اليوم، جلسة شق الرفيع المستوى والتي شارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، وأيضا السيد سايمون ستيل السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناخ، والعديد من القيادات التنفيذية على مستوى العالم. ودارت هذه الجلسة حول تحقيق الصلة ما بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ. من المعلوم أن مصر ترأست مؤتمر التنوع البيولوجي منذ عام 2018 إلى 2021، وتطمح مصر اليوم من خلال يوم التنوع البيولوجي أن يكون هذا اليوم هو نقطة انطلاق لمؤتمر الأطراف COP15 الخاص بالتنوع البيولوجي والمرتقب انعقاده الشهر القادم من 5 إلى 17 ديسمبر في كندا لمناقشة تأثيرات التنوع البيولوجي وفقدان هذا التنوع وتأثيره المباشر على التغير المناخي وعلى الحياة على كوكب الأرض. في هذه الجلسة أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 25 مليار دولار للحلول القائمة على الطبيعة و1.5 مليار للغابات للحفاظ على الغابات والحفاظ على الحياة المستدامة للسكان المحليين. كانت هناك أيضا جلسة تحت عنوان المحطة النووية بالطبعة وهي الطاقة النظيفة والمستدامة، وتم مناقشة فيها كل مشروعات الطاقة المتجددة، وتم استخدام محطة الطبعة النووية كنموذج لهذه الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الأرض والحد من الانبعاثات الحرارية. من أحد الأمور الهامة التي حدثت اليوم أميرة هي توقيع مذكرة تفاهم ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحديدا مصر لما تمتلكه من مقومات نظرا لموقعها الجغرافي القريب من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج إلى 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، ولا ينتج فقط سوى 10 ملايين أطنان من الهيدروجين الأخضر. لذلك كان التركيز على مصر أنها من الممكن أن تكتسب هذه التعاقدات وأن تكون مصدرا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن نقل الهيدروجين الأخضر عبر مسافات طويلة أمر من الصعب تنفيذه. لذلك مصر كان عليها التركيز، واليوم نائب سكرتير التنفيذي للمفوضية الأوروبية كان هنا منذ أمس، واليوم تم توقيع هذه مذكرة التفاهم. لا تزال جلسات اليوم مستمرة أميرة فيما يتعلق بمسألة التنوع البيولوجي وتأثيره على التغير المناخي.
عودة إليك مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري لمدينة السلام شرم الشيخ، ومتابعة حية وتفصيلية لمؤتمر المناخ.